بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاشرفان الانوران الاعطران الازهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى اله واصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق ولسه مكملين مع القصص القرآني في صورة سيدنا يوسف تعالوا بنا نقرأ الآيات يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون" صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمات البينات المباركات من كلام مولانا جل وعلا بعدما ذكر سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين بدات الغيره تدخل في قلوب اخوه يوسف العشره بداوا يغيروا من سيدنا يوسف ويغاروا منه وبدا في حسد وبدا الشيطان يتدخل وينزغ بينهم وبين سيدنا يوسف سيدنا يوسف على فطرته على نقائه على صفائه لا يحمل منهم شيء فهو اصغر منهم وله اخ اسمه بنيامين اخاه الشقيق لكن اخوه يوسف بداوا يكيدوا لسيدنا يوسف وابوه قال له قبل كده لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بداوا يكيدوا لسيدنا يوسف هيعملوا ايه؟ فواحد منهم قال ايه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوا بيوسف في أرض بعيدة، أبعدوه عن أبيه، يخل لكم وجه أبيكم لا يرى إلا أنتم، لو وديتوا يوسف في مكان بعيد أو طرحته أرضا أو قتلتموه هترجعوا لأبيكم تقولوا إحنا ما عملناش في يوسف حاجة وبعدين يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إيه قوما صالحين؟ تتوبوا ويقبل الله توبتكم ويقبل منكم الاعتذار فواحد منهم من إخوة يوسف ألا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسفا لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لا تقتلوه لا تسيلوا دمه أمال نعمل إيه؟ قال ألقوه في غيابة الجب، حطوه في البير يلتقطه بعض السيارة، يعني إيه بعض السيارة؟ يعني بعض السائرين في الطريق، هتضعوه في بير هيجي الناس تبحث عن ماء يجيبوا دلو ماء يبحثوا في هذا الجب أو هذا البئر فيجدوا يوسف فواحد منهم قال أقتلوه أو ألقوه أرضًا، والثاني قال لا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، غيابة الجب يعني في ظلمة الجب، في ظلمة البئر، في أسفل البئر، لو فعلت كده يلتقطه، يجي حد بعد كده يعني من السائرين في الطريق يلتمس الماء فيجد يوسف في هذا البئر فيأخذ يوسف معه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين بيتفكروا مع بعض بيتشاوروا فيما بينهم هيختاروا ايه هيتفقوا على راي ايه هقول لحضراتكم ولكن بعد الفاصل خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على اجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه رجعنا لكم تاني ولسه مع قصه سيدنا يوسف. قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان هم بيتشاوروا فيما بينهم اخوه سيدنا يوسف اللي هم العشره بخلاف بنيامين اخوه الشقيق. فواحد منهم قال ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. والثاني قال لا لا تقتلوا يوسف طب نعمل ايه؟ قال القوه في غيابه الجب في ظلمه الجب في الحفره في البئر يلتقطه بعض السياره اللي جاي يبحث عن الماء السائرين في الطريق يجدوه عندما يلقوا بدلوهم ليأخذوا الماء يجدوا يوسف فيأخذوه ان كنتم فاعلين افعلوا كده لا تقتلوه قالوا يا ابانا راحوا بقى لسيدنا يعقوب قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما تجيب يوسف معانا ليه انت خايف على يوسف منا ونحن نحبه ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ده احنا يعني هنهتم به وهنخاف عليه وهنحافظ عليه لا تخف من أنه يسير معنا فسيدنا يعقوب قال لهم هم بقى بيقولوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ارسله معنا الى المرعى مكان كده الغابه اللي فيها الراعي وفيها المرعى يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ياكل ويتمتع ويلعب في هذا المكان الفسيح وإنا له لحافظ سنحافظ عليه حتى نعود به سالما غانما ليس به سوء وكأن سيدنا يعقوب يرى الغيب وكأنه يقرأ الغيب الذي أطلعه الله عليه فقال إني لا يحزنني أن تذهبوا به أنا خايف ليوسف يأتي معكم وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ده ده حاجة تالتة هم في الأول قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا وبعدين واحد منهم قال لا ألقوه في غيابة الجب سيدنا يعقوب بيقول لهم إيه إني لا يحزنني أن تذهبوا به تغدوه معاكم وأخاف أن يأكله الذئب الذئب يأكل يوسف وأنتم غافلون عنه مش هتشوفوه أنتم هتنشغلوا فيما أنتم فيه من صيد وكذا وهو بيلعب فيجي الذئب يأكل يوسف فبدأوا يفكروا ويدققوا في الكلام، هنقول لابونا ايه لما نرجع ده احنا هنرمي يوسف في الجب او البئر زي ما اتفقنا ونقول لابونا اكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بهذا القدر كفايه لمن اراد الهدايه، خلاصه ما قلته في حلقه اليوم والحلقات السابقه ان اخوه سيدنا يوسف كادوا له والشيطان وسوس اليهم انه مقرب الى ابيهم وهم عصبه هم جماعه قويه فلماذا ابوهم سيدنا يعقوب فضل يوسف عنهم فبداوا يفكروا كيف يتخلصوا من يوسف لكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ولا يكون في كون الملك الا ما اراد الملك ملك الملوك اذا وهب لا تسالن عن السبب هم سيلقوا به في الجب والبئر وسينقذه الله من هذا الجب فسيكون في البئر وحيدا ولكن الانيس والجليس له هو الله جل وعلا فانس يوسف بالله وانس يوسف بالبعد عن اخوته وبالقرب من الله جل وعلا لان الله سبحانه وتعالى احاطه بالعنايه والرعايه واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان نتوقف عند هذا القدر وللحديث بقيه ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان يطلعنا واياكم على انوار القران وان يفهمنا اسراره اللهم امين. فاصل وهرجع لحضراتكم خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله وصلى الله على اسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن رجعنا لحضراتكم تاني ومع الفقره الفقهيه اسال الله جل وعلا ان يفقهنا واياكم في دينه والا يخرج من السنتنا الا ما يرضيه عنا اللهم امين ورد الينا سؤال من احدى السائلات تقول فيه علي ايام افطرتها في رمضان ولعده سنوات ماضيه ولم اكن احسب هذه الايام وبعد انتهاء رمضان الماضي وانا اصوم يومي الاثنين والخميس على نيه ان كان علي قضاء فتلك الايام تكون صيام قضاء وان لم يبقى علي شيء يكون صيام نافله فهل يجزئ ذلك عن القضاء وان لم يكن كذلك فهل اصوم من جديد؟ اقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن دين الله جل وعلا أحق بالقضاء لو أنا استلفت من حد مبلغ من المال وجب علي أن أقضي هذا الدين دين فرأبتي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها طيب المرأة كتب الله عليها أياما تفطر فيها في رمضان أي امرأة عليها أيام اللي هي أيام فترة الحيض لا تصلي في هذه الأيام ولا تصوم ويجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام ستة أيام سبعة أيام بتختلف من امرأة إلى أخرى هي بتقول أنا علي أيام أفطرتها في سنوات ماضية وما كنتش بحسب بالعدد أعمل إيه هقول لحضرتك شوفي أنت الدورة الشهرية بتجيلك كم يوم وتستطيعين ان تجمعي هذه الايام يعني مثلا لو عندك فتره الحيض بتستمر سبعه ايام تحسبي سبعه ايام في كم سنه عشر سنوات مثلا يبقى سبعين يوم طيب سبعين يوم انت صمتي من بعد رمضان كم يوم تصومي بقى الايام اللي عليكي مش تقولي انا هصوم ولو قضاء ربنا يقبل قضاء ولو مش قضاء ربنا يقبل نافله دين الله احق بالقضاء لا بد ان تقضي ولا بد ان انت تكوني عارفه عليك كم يوم تحسبي الايام ودي مصيبه لا يا اخوانا ده دين وده عباده لله سبحانه وتعالى لا بد ان تقضي المراه ما عليها ده لما واحدة جت تسأل سيدنا النبي يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان قال صومي عنها لو واحد مات وعليه صيام من رمضان يجوز أن نصوم عنه طيب حد مات وعليه صيام من رمضان وأولاده مش قادرين يصوموا عنه يطلعوا الفدية عن هذه الأيام عن كل يوم إطعام مسكين 30 جنيه تقريبا ما يكفي لشبع شخص شوف هيشبع بقد ايه لو اعتبرناها على علبة الكشري دلوقتي خمسة وعشرين جنيه طلع خمسة وعشرين جنيه او لو عايز تعمل اكل في البيت وتوزع هذا الاكل عبارة عن فدية طعام مسكين لا مانع ايضا من هذا الامر لكن لابد من القضاء المرأة اللي قادرة تصوم تصوم اللي هي عليها ايام من رمضان تقضي هذه الايام لا تعتبريها نافله الا بعد اداء الفرض الذي عليك لانه دين في رقبتك لله سبحانه وتعالى صوم الاثنين والخميس بنيه القضاء وليس بنيه النفل والتطوع الى ان تتاكدي انك قضيت ما عليك من ايام بعد كده صوم نوافل ان شاء الله نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم امين اشوف حضرتكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته